والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من صيام رمضان الماضي، فهل يجوز لي أن أصوم قضاء عنه أم يلزمني شيء آخر وما هو؟ أولا، إذا كان والدك ترك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه، لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات، هذا لا شيء عليه. ثانيا، إذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي أفطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الآخر، فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته، إذا كان له تركة فإنه يطعم عنه من تركته، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد. أما أن يصوم عنه أحد، فالصيام الواجب بأصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد، وإنما هذا في النذر، لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه، فهو لم يجب بأصل الشرع. أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وهو واجب بأصل الشرع، ولا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. نعم.